يا ابو اهلا الصحاب، بكم متابعينا ومتابعي يلا جمعية اهل مصر من يلا كل مكان. احنا معاكم يلا النهارده من يلا داخل ماشي. قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية. طبعا زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، يعني احنا معانا هنا ام مريم وسندس. ام مريم وسندس ست بمية راجل، يعني قامت ما شاء الله عليها تعمل يعني ميكانيكي، طبعا تكاتك في محافظة المنوفية. هي هنا اشهر ميكانيكي توك توك، يعني هي بقى لها 8 سنين هنا بتصلح من 2015. طبعا اتعلمت المهنة على ايد جوزها، واتعلمت ان هي تصلح التكاتك بصورة كويسة جدا. طبعا يعني ربنا يا رب يسهلها ويرزقها يا رب. عرفينا على نفسك يا ام مريم. اسمه ام مريم من كمشيش تبع مركز طلب محافظة المنوفية. عندك كام سنة؟ عندي 30. 30 سنة. بقالي قد ايه شغالة في تكنيك ميكانيك التكاتك؟ من 2015. 2015، يعني من اول ما اتجوزتي ولا من قبل ما تتجوزي؟ لا انا متجوزة في 2014 بالظبط. بعد سنة يعني. ايوه. اتعلمتيها من جوزك ولا اتعلمتيها من حد تاني؟ لا اتعلمتها منه. ايه بقى اللي خلاكي تبدأي الاول خالص انك تبي ميكانيكي تكاتك؟ اللي خلانا نبدا ان احنا قاعدين بالايجار، وانا عايزه مثلا ان انا اساعده ان احنا ندفع حالنا، ما حدش يجي يقول لي عليك جنيه، او ما حدش يقول لي اطلعي من بيتي عشان مثلا خاطر انت عليك فلوس او كده. فعشان كده انا حاولت ان انا اساعده، وجيت مثلا كنا شغالين عند واحد زميله وبدا مثلا يتمطط، فانا صراحه والدي بقى الله يبارك له خدت منه فلوس وفتحت المحل وقفت على رجلي. يعني والدي ساعدني لما جبت البضاعه وعرفت اساميها وعرفت حاجاتها واسعارها وكده. بدأت ان انت بقى بدأت ان انا بقى اتعلم بقى في المهنة كذا نفسي. بدأت ان انا اتعلم في المهنة ذات نفسها بقى رخرة، لاني معلش هي مش كلها بضاعة بس ولا كده، لا انت عايز بضاعة وعايز كل حاجة. ايوه دي مهنة متعبة بالنسبة لك؟ ايوه هي في كل واحد في شغله متعب. يعني مثلا مش شرط ان انت مثلا حاجة شكل الميكانيكا ان انت مثلا يعني هي بس اللي متعبه، لا حتى لو واحد قاعد على المكتب بيقابله صعوبات وبيقابله حاجات صعبه في شغله، كل واحد شغله متعب عنده. إيه اول ما بدات ان انت تشتغلي ميكانيكي تكاتك نظره الناس ليكي كانت عامله ازاي؟ لا انا ما بنحركش من حد لان ده اكل عيشنا وكلنا لازم نساعد بعضنا، اصل لو انا انحركت لا هقدر ادفع حالي ولا مالي. يعني الاخر لو اتكسفتي مفيش اكل عيش، مفيش اكل عيش، مش هعرف اربي عيالي. فانا لما اساعد جوزي وجوزي يساعدني احسن مثلا ما اخلي حد يقول لي انت عليك جنيه. ايوه يعني انا لما اساعد جوزي وجوزي يساعدني احسن ما حد يقول لي انت عليك جنيه، او هات اللي ليا، او اروح اجيب قرض مثلا ويومي. اني لا انا مثلا اما اسعى واجيب اكل عيش وعيش عيالي لو يوم بيوم وادفع حالي ده احسن حاجه عندي. طبعا ما اهتمتيش لكلام الناس وده لا ما اهتمتش، لان حتى والدتي معلش ووالدي بيساعدوني على كده، بيقول لك احسن ما تقولي يا عم واحسن ما تقولي يا خال. انا والدتي برضك يعني زي حالتنا مكافحه وما بتسيبش، وكلنا بنساعد بعضنا. ربنا يا رب يرزقكم يا رب. يا رب. قولي لنا بقى مين يعني اللي علمك الشغلانه؟ انا بتعلمها من جوزي. جوزك اللي كان اصلا فاتح هو اساسا؟ لا هو اساسا كان شغال عند واحد وكان شغال في البيت. وايه اللي يخلي واحده ست تفكر تشتغل في التكاتك وهي مهنه صعبه وفي نفس الوقت مش بتاعتي؟ ان انا اساعد نفسي واساعد عيالي، وان انا ما احتاجش لحاجه. ان انا معلش ما اقفش على باب حد اقول له اديني جنيه. طب ما جوزك بيشتغل في الورشه، هو من النوع اللي هو غلبان ولا عليه ضغط شغل مثلا؟ هو فانت قررت هو غلبان جدا وكان شغال مثلا بصنعته بس. انا دلوقتي مثلا جايبه شويه قطع غيار وببيع فيهم، فمثلا لو عنده شغل ومزنوق فيه انا بحل معاه وبعمل معاه. بدات ان انت تشارك معاه بالمجهود وبالبيض وبالبضاعه؟ ايوه وكل حاجه. يعني معلش انت مش البضاعه بس ان انت تقعدي لها، لا انت عايزه مثلا بدل ما يجي زبون ويقول له لا ما اناش فاضي دلوقتي، طب انا هحل لك على ما تخلص اللي في ايدك وبتعملي بتحلي له. بدات ان انتوا الاثنين تساعدوا بعض؟ تساعدي بعض. هو عنده شغل كتير وانا وهو مش فاضي يروح شبين مثلا في شغل في مخرطه ولا كده، انا باخد الشغل واروح اعمله. طيب حضرتك قلت ان انت نزلت الشغل من 2015. أيوة. امتى بقى بداتي خلاص ان انت مش محتاجه مساعده حد وتقدري تفكي التوك توك وتحليه وتعمليه من غير ما حد يساعدك؟ انا كده كده بحله وبعمله، بس هو برضك ليه فنيات في قلبه. يعني انا مثلا بحله وبربط وكده، فهو برضك ليه شغل هو في قلبه. يعني انتوا يعتبر مقسمين الحاجه اللي في التوك توك؟ أيوة. انت تعرفي تعملي ايه انا هو يعرف يعمل انا مثلا ايه؟ احل واربط مثلا زي ما انا بربط كده، هو مثلا ليه حاجات بيقفلها وليه فنيات اللي جوه. ايوه لانه كل واحد وليه شغل، عمر ما هعديه لانه هو بقى له سنين السنين في قلبه. بتقدري بقى انك تشيلي الحاجات اللي جوه التوك توك وكده يعني؟ هي كل حاجه ولها حاجه برضك، يعني معلش كل حاجه ولها حاجه. كل حاجه ولها حاجه.
طيب قول لنا بقى، يعني بدأتي بقى بعد ما الناس بدأت ان هي تجيلك هنا وتشوفك، وطبعا اكيد في ناس بتجيلك انت مخصوص. في ناس بتيجي من بره البلد، معلش هو ممكن لو زبون زهقه يقول له ما اناش فاضي ما اعرفش ايه، فمعلش غصب عنك بتقولي ده معلش وده معلش عشان خاطر تاكلي عيش عشان اكل عيش وتشوفي عيالك عايزين ايه. انا عيالي في التعليم، انا عن نفسي لما معلش لما جبت جنيه لعيالي احسن ما اقول لحد اديني جنيه، او بنت تقول لحد هات لي جنيه. اكيد طبعا. فانا مبسوطه ان انا بساعد عيالي وبساعد نفسي. انت مصدر فخر المنوفيه كلها. الحمد لله. نفسك في ايه يا ام مريم بقى الفتره الجايه؟ انا قاعده بالايجار، نفسي الفتره الجايه ان انا عيالي دول يبقى لهم بيت ما يحتاجوش لحد. نفسي، وهم الحمد لله ولله الحمد ابوهم مش مخليهم محتاجين حاجه، هو صراحه بيجيب لهم كل حاجه، واحنا على اخرنا بنعمل معاهم يعني كتعليم بنوديهم ككل حاجه، احنا مخلينهم اللي هم عاوزينه كله بيجي لهم. بتشتغلي كام ساعه في اليوم؟ ماليش وقت، احنا بنفتح من الساعه 9، وقت ما بنخلص بنقفل ونروح، المغرب العشاء الساعه 1 حسب الشغل. حسب الشغل ما بيخلص معاك، لان انت ممكن تفتحي مثلا من الساعه 9 الصبح لحد اخر النهار ما يجيلكش شغل، يجي الشغل بعد المغرب، او مثلا بعد ما بتروحي تيجي الناس جايه تخبط عليك تيجي تفتحي لهم تاني. مش شغلك اللي انت مثلا بتفتحي تلاقي مش كل الايام اللي انت بتفتحي، يعني ايام ممكن تطلعي بقرشين وايام ممكن ما تطلعيش اصلا. ايام اللي انت ممكن تيجي تفتحي ورشتك تلاقي بدل المكنه 2 و3 واقفين، وايام تيجي مثلا تلاقي الشغل جاي لك اخر النهار جاي لك المغرب. مش شرط اللي انت تلاقي شغلك واقف لك، لا ما فيش ورشه واقفه على كده، حتى لو بتاع نقل ايد الارزاق بتاع ربنا. فكل واحد التكاتك ده صعب بقى ولا اسهل؟ يعني الموتوسيكلات اسهل ولا هي بس هو كل واحد في شغله بيقابله ظروف وبيقابله صعوبات. لا معلش، لا انا شغل سهل ولا انت شغل، انت بالنسبه لك ان انت شغلك صعب. أكيد. كل واحد فينا ليه شغل صعب عن التاني. طيب قدرت توازني ازاي بين شغلك في الورشه والبيت؟ انا بيت بروح اما بخلص بروح اعمل اللي انا اللي ورايا فيه، ما يعني هي ربنا اللي موفقه في الحاجات دي، ربنا اللي موفق، ربنا يوفقك دايما الحمد لله. نقدر نقول ست البيت راجل هنا في محافظه المنوفيه، يعني ما شاء الله عليكي شغاله ومهتميه ان انت تهتمي باولادك وجوزك في نفس الوقت ان انت يعني تعملي شغلك على اجمل وجه. هل لقيتي صعوبه في حاجه معينه في جوه التوك توك، يعني ما قدرتيش ان انت تعمليها لوحدك طلبتي من جوزك؟ او انا مثلا لو عندي معلش انا عندي نسبه عجز في ايدي، لو في صاموله من اللي هي مثلا صعبه انا ما اقدرش اجيبها فهو بيجيبها. يعني الحاجه ديت لو انا ما قدرتش اجيب صاموله هو بيجيب، بتكملوا بعض. ايوه ان هو لا معلش اصل انت ممكن تشدها غلط تبوظها، لا هو بقى بيقوم هو بدماغه هو يجيبها لان هو اساسا شغل. فمش كل حاجه مثلا هتقابلك سهله، ولا هو برضك معلش كلنا لما بنيجي نتعلم برضك بيقابلك السهل وبيقابلك الصعب. تحبي تقولي ايه لاي ست تقول لك لا انا هقعد في البيت وجوزي بقى هو اللي يتعب ويشغل لوحده هو كده كده متجوزني عشان اقعد في البيت؟ لا هو كل واحد وليه دماغ، معلش احنا 4 بنات لابونا، واحنا احنا 3 كبار متجوزين، احنا 3 زي بعضنا، احنا خلاص اتعودنا وابويا وامنا علمونا على كده، قسوا على اكل عيش عشان خاطر عيالكم، لا تقولوا يا عم ولا يا خال، احنا ابويا علمنا على كده، ما اقولش العم الدين ولا خال الدين، ايدي اللي في ايدي اقرب لي من اللي في ايدي، احنا معلقه جبيني احسن ما انا مد ايدي، احسن معلش ما اجي اخر النهار اقول لي مين يدي عيالي يا اخويا، لا عمهم هيديهم ولا خالهم هيديهم. اكيد معلش اما ابوهم يديهم اللي هم عاوزينه احسن ما يقولوا لحد يديهم، احسن ما يقولوا امي وابويا ما بيجيبولناش اللي احنا نفسنا فيه. قلت لنا ان انت عندك مريم وسندس. ايوه. نفسك تطلعيهم ايه؟ يعني انت شقيانه وتعبانه انا نفسي هم اللي يطلعوا بدماغهم. أكيد اللي هم عاوزينه هم اللي يطلعوا عشان ما يجيش في يوم يقولوا هم اللي اختاروا. ناويه تدخليهم كليات؟ اللي هم هيجيبوه انا معاهم. انا عن نفسي طالعه من ثالثه اعدادي. ايوه. بس انا عندي اخواتي الاثنين الكبار يعني بسم الله ما شاء الله على كل واحده منهم كانوا جايبه مجموع كليه تجاره. يعني هم واخدين دبلين اصلا وجايبين مجموع الكليه. بس كل واحد بقى ظروفه ساعتها معلش والدي كان يعني على قد حاله وكده. اكيد طبعا. بس هم يعني احنا عن نفسنا لو مشينا في اي حته بنروح وبنيجي. مش شرط اللي احنا مثلا اللي انا طالعه من المدرسه يبقى ما اعرفش اتحرك، لا 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 أكيد. بروح وباجي وبعرف المكان اللي انا بروحه. بس انت اكيد بتحلمي تطلعيهم. اكيد كل واحد بيحلم بعياله ان هم يبقوا احسن منه 1000 مره. طب انت بتتمني ان هم يطلعوا ايه؟ ان هم يبقوا حاجه كويسه جدا، سواء مثلا هقول لك ان هم لو دخلوا كليات وربنا كرمهم وان هم طلبوا ان انا اعمل لهم ايه هعمل. مش شرط اللي انا اوقفهم، لا مش شرط اللي انا اوقفهم، اللي هم عاوزينه ساعتها هو اللي هيمشي. مش شرط اللي انا اوقفهم عند حاجه معينه، لا اللي هم عايزينه هو اللي ربنا هيعوقهم. ربنا اللي قادر على كل شيء. يعني زي ما بنقول هتتحطي في الصخر عشان تخلي ولادك احسن من اي حد، ما يحتاجوش لحاجه.
انا الحمد لله ما فيش حد بيجي عندي محلي الا ما بيشكر في ولادي. انا معايا جوز البنات ليل ونهار هنا. بارك الله فيك. يعني ما تعيطيش. بتعيطي على ايه؟ لا ده انت، ده انت ربنا اختارك ان انت يعني انت من العاملين في والسعي، يعني ايديك ديت ان شاء الله هتدخلي فيها الجنه زي ما بنقول كده، يا بختك بصاروخ. انا احمد ربنا على ده صراحه، احمد ربنا صراحه ان ما في حد بيجي عندي يشتكي من الولاد، كل الناس هنا بتحب عيالها. اكيد يعني انت ما شاء الله عليكي، انت اصلا ما شاء الله وشك بشوش. ما تعيطيش، بتعيطي ليه؟ وشك ما شاء الله بشوش، ويعني كل الناس تحبك اصلا من اي قبل اي حاجه. ما تعيطيش، عايزيش انت يعني ما شاء الله عليكي بتعملي شغل جميل جدا وبتعملي كل حاجه، وهنا يعني احنا جايين لك هنا على السمعه بتاعتك ما شاء الله. ان شاء الله يخليك الحمد لله. ربنا يا رب يحفظك وتشوفي ولادك احسن حاجه وتشوفي نفسك احسن حاجه. يا رب. نفسك في ايه بقى؟ نفسي يبقى لي بيت، لان اللي قاعد بالايجار، الايجار لوحده يهدى اي حد. نفسك في ايه؟ في بيت. الايجار لوحده يهدى اي حد، لان كل واحد، معلش، كل واحد ليه امكانياته، كل واحد ليه عياله اللي نفسه يطلعهم. يعني معلش انا معايا ايجار شقه ومحل غير نور وميه ودوده، فانا نفسي عياله هتقول الحمد ربنا، الحمد لله، وربنا بيرزقنا احسن من اي حد. ربنا يزيدك يا رب. تقولي ايه للناس اللي بتشوفك دلوقتي؟ الناس شايفاك دلوقتي على ايه؟ اقول لهم ان كل واحد قاعد وبيجيب قرض او مثلا ما بيسعاش على اكل عيش ويسعى عشان عياله، لان محدش بيدي حد، ده حاجه حقيقه، محدش واللي بيحتاج جنيه محدش بيديهوله. وحتى لو اخد من حد ميه واتنين مش هياخد تاني وتاني. معلش اللي هيديك النهارده مش هيديكوا بكره، اللي هيديك النهارده مش هيديكوا بكره. طب للزوجات بقى دي كل واحد وراحته. اصل معلش انا حابه ان انا اساعد عيالي واساعد جوزي واساعد نفسي. في ناس بتقول لك لا انا اقعد وهو يجيب لي الحد، لكن اللي ابوه معلمه على الاصول وعلى جري وعلى اكل عيشه بالحلال دي بالدنيا بحالها. ربنا يا رب يرزقك ويفتح عليك يا رب ويبارك فيك انت واولادك يا رب. طبعا كنا معاكم متابعينا ومتابعي جريده اهل مصر وكل مكان من داخل محافظه المنوفيه. ربنا يا رب يرزقها ويوفقها. دمتم في امان الله وعافيته.